السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم إن شاء الله النهاردة عن السكينورين أو الأزاديرم أو الإزالة كريم وغيرهم من المنتجات اللي مادتها الفعالة عبارة عن حمض الإزالة، واللي بيعالج كتير من مشاكل البشرة زي الحالات البسيطة والمتوسطة لحب الشباب، وده لأنه ليه خصائص مضادة للبكتيريا. كمان بيعالج الكلف والبقع الداكنة الناتجة عن الحمل، وبيفتح لون البشرة، وده لأنه بيقلل إنتاج الميلانين، وبيشتغل كمقشر للبشرة لأنه بيمنع تكون الكيراتين اللي بيقفل المسام، وبكده هيمنع تكون الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. من مميزات المنتجات دي إنها ممكن تستخدم بأمان في فترة الحمل والرضاعة، لأنها بتمتص بنسبة ضئيلة جدا من الجلد، واستخدامه بيكون عن طريق وضع طبقة خفيفة على الجلد بعد تنظيفه بالماء والغسول المناسب مرتين يوميا، وتأثيره بيظهر على البشرة بعد 4 أسابيع من الاستعمال. ولكن خلي بالك انه ممكن يحصل تهيج بسيط للبشرة مع الاستعمال، فممنوع استخدام اي مواد تزيد تهيج البشرة زي المقشرات او الصابون. كمان ممنوع ازالة الشعر في المنطقة اللي بتعالجيها بالطرق التقليدية. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.